عند قدومي من عرفة إلى مزدلفة شاهدت أعدادا كبيرة من الحجاج يمرون بمنطقة خارج حدود مزدلفة، وأنا أعلم أنه لا بد من المبيت بمزدلفة ولقط الجمار منها وأيضا المرور بالمشعر الحرام، فما هو توجيه الشيخ صالح جزاكم الله خيرا؟ أما المبيت بمزدلفة فهو واجب من واجبات الحج، ومن تركه مع قدرته عليه فإنه يجب عليه فدية، يجبره بفدية إلى الحشاة في مكة يوزعها على الفقراء، فقراء الحرم. وأما قوله راميا لأحد الجمار من مزدلفة هذا ليس بلازم، له أن يأخذ الجمار من مزدلفة، وله أن يأخذها من الطريق، وله أن يأخذها من منى، فالجمار أمرها واسع، يأخذها من أي مكان. وكذلك المرور بالمشعر الحرام وهو الجبل والوقوف عنده هذا سنة وليس بواجب، إن تيسر أن يذهب إليه ويقف عنده ويدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سنة، وإلا فإنه يكفي أن يكون في أي مكان من مزدلفة، قوله صلى الله عليه وسلم جمع كلها موقف يعني مزدلفة. جزاكم الله خيرا، بما تنصحون الحجاج شيخ صالح جزاكم الله خيرا من حيث التأكد من أماكن المشاعر وحدودها بالذات؟ هذه عبادة يجب على الحجاج أن يهتموا بها، والحكومة عزها الله جعلت علامات على بداية مزدلفة ونهايتها وجعلت فيها أنوارا خاصة يعرفها الإنسان تختلف عن غيرها، على الحجاج أن يهتموا بهذا الأمر ألا ينزلوا إلا إذا عرفوا أن هذا المكان لمزدلفة، وإذا اشتبه عليهم الأمر فعليهم أن يسألوا، عليهم أن يسألوا من يدلهم على عالم الجنس، ولكن بعض الحجاج يفرطون في هذا الأمر ويتساهلون فيه ويستعجلون بدون سؤال وبدون تحر وبدون احتياط. جزاكم الله خيرا.